طيب الحال طيب. Dearest Papa, we live in a climate of uncertainty. Germans use the people of Saint-Mihiel as human shields against the French bombings. I hope that you... شغلت أمها أنت الدب اللي تاكل. أها ما في أكل يعني. وين وين هذا؟ هذا هي نزل من النار. ايوه يا خلاص الحين اجيب لك الدبله وريك كذا. اوه الانجليز يضربون جواد. اشرب جواد هذا المال جواد. طيب كيف تطلع طيب؟ ازعق لي تصص. ايوه. لا 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 لا. انت ايش تبغى كمان؟ طيب فوق الله يعيننا. ذنب كامل السوري. الحال للحال ما في شيء هنا مرمي. مفيش البراميل. طيب درمية يعني فيها زادة صار هذا حديث كله ما يسوي شيء. برميل كدي قتلك القصة؟ ما في شيء ترى هنا ما في شيء. هذا اسمع كلامك بس فيه هنا تسوي هذا. أيوة تعال تعال تعال. اخذها منه يعني؟ اها طيب.
اوه في شيء نزل والله. روح روح. بطل. يلا روح. لا ما كمش كحديدية هذا من القطار شوف. اوه عشان هذا صح نسيت انا. اوه الكلب جاب مكان ولا حركات الحرب كيف والله ما كنا جيت. خندق والله كبرة. اوه هذا قنابل والله ما ادري في حاجة هناك. يلا اي بننزل ننزل. بابا سير مي عليه عشان ايوه لقى شيء حلو.